ما رأيك في الجامعة الوطنية لكرة القدم والمصاريف التي صرفت على المدرب الذي يخرج من سؤال شبابي واش دنا احنا في هذا الحج مع الكورة احنا؟ احنا نهضروا على الحج وكذا وانتم جبتوا لي الكورة. اسمع ملايين شوف يا شوف يا سيدي الدولة التي تحترم نفسها والشعب الذي يحترم نفسه يرتب الأولويات. الشعب اللي مازال ما حققش الضروريات نتاع الماكلة والشراب واللباس والسكن كان عليه وجميع اللي في هذه البلاد أن تتضافر جهودهم من أجل تحقيق هذه الضروريات. الضروريات لا تستقيم كرامة الإنسان إلا بها. الناس تكون شبعانة كاملة وساكنة كاملة وتقري ولادها كاملة. واش هادشي خصو يكون؟ فوقاش تلعب؟ فوقاش خصك تلعب؟ فوقاش يكون تلعب؟ في الوقت هذا منين تكون يعني حققت الضروريات؟ هذاك اللي كيسميوه التروازيام طون الوقت الثالث اللي نبي صلاح كيقول له ساعة يا حنظلة ساعة وساعة ديك الساعة هذيك اللي تلهو فيها مع زوجتك ولا مع الحصان ولا تعلم السباحة ولا هذيك الأوقات هي عون لك عون لك باش تستمر في النشاط نتاعك يعني تكون خدمت وتحركت وخصك واحد الوقيته باش تفرج كره ولا تمارس رياضه ولا شي حاجه. اذا الدوله والشعب خص تكون عنده اولويات. الاولويه الاولى هي ما تحقق به ضروريات الحياه باش تكون مجتمع محترم من قبل الجميع. ما تكونش اضحوكه، ما تكونش تتسول الناس باش تشري الدقيق. الدقيق ما وفرتوش لولادك حتى بقاو يموتوا في الطوابير على العيش. الان الفليسات ما عندناش، قال لك اسيدي ما عندناش العمله الصعبه الا ثلاث شهور، والكريدي طلع بواحد الشيء كبير، والازمه الان تئن الصناديق يقولوا منا على عامين السي ام ار مشى والتقاعد مشى، والأزمة غادي تكون أزمة خانقة في ظل الأزمة العالمية. والمغرب باع كلشي الممتلكات العمومية وخصصها وما بقى حتى دور، وجاو الاخرين وقسموا ذاك الباقي عن طريق ما يسمى الديفيدي، خربوا كلشي. مغادرة طوعية خرجوا غير ممو غير الأطور، خسرنا زوج مرات، فلوس مشاو والأطور الكبار مشات، وردوهم من الجهه الاخرى، خرج من الباب وردوه بالكونترا. يعني هذا عبث. الدوله اللي تحترم روحها والشعب اللي يحترم روحه عنده اولى الاولويات هو الاستثمار في مجال بناء الانسان. العلم اقرا، احنا العلم والو، الجامعات تاعنا هما التوالى، والتعليم راه مصنفونا الحمد لله احنا التوالى. زيمبابوي والصومال وموزمبيق جاو قبل بينا. وإلا بغيت تعرف المستقبل تاع شي بلاد شوف التعليم عندها والصحة. روح اخويا دخل السبيطار أتئن وتخرج منه مريح ولكن المقبرة سيدي محمد. تخرج مريح ولكن ما تنهت ما والو. إذن حنا راك تشوف كي دارنا قيمة الإنسان، كيف دار القيمة تاع الإنسان عندنا؟ قيمة تاع الإنسان راه يرمي روحو في البحر، لا قيمة له في الإدارة، راهم يطاولوا حتى اللي قال راهم يطاولوا برجلي على الكرش في الرباط. ما نقدرش نوظفوا. إذن هذا ضروريات ما حققهاش، لكن هو فين مشى؟ إيش؟ تعطي واحد القيمة قداش؟ للعب. للعب الاعلام الى جا يدير مثلا واحد البرنامج نتاع الدين يدير فيه 5 مين تقول طولت سيمانة. الكره الصباح والعشيه زوج سوايع وهما يحضروا. اللاعب الفلاني كان داير هكذا وكان داير هكذا وكان داير هكذا. يا ابن عمي يجيبوا لك الخبراء يخلصوا عليهم وشحال، يجيبوا من فرنسا من بلجيكا. كنت تشوفوا الجزيره الرياضيه ولا ما تشوفوا 100 قناه تاع الجزيره، جايبين الصبريول والبرتغال والمغاربه والجزائريين والتوانسه، خالصه الطياره باش يقول لهم الخط
الطن تاع اللعب الجهنميه داك يخلي الناس راها لها بحال الميريكان خدامه فاش في الفتوحات العلميه الكبيره الرياضه ما عندهاش عليها الخبر كاع وهما الاولى وحنا كلشي الطاقه تاع الاعلاميه وكلشي على الكره نفقوا بغير حساب تعرفوا بين اللي هذيك اللي كتسمى اللي نص عليها الميثاق نتاع التكوين اللي كتسمى اكاديميه اللغه العربيه كشعب عربي يعتز باللغه نتاعو هي لغه رسميه نص عليها الدستور لحد الان كيقولوا ما عندناش الفلوس باش نديروا الاكاديميه نتاع اللغه العربيه ويحكموا على التعريب بانه فشل لاننا معربين الثانوي كنطلعوا الجامعه كنوليو الفرنساوي وغادي يتراجعوا عليه باش كنوليو نقراو الفرنسي من جديد ويقنعونا بان التعريب هو تخريب ما قدروش ينفقوا مليار باش يديروا اكاديميه باش يتابعوا التعليم بصح جيرتس خدام عن الشعب دار عقده ليس للشعب الحق ان يعرف شحال يخلص واحد خرج في الشعب به بحكومته برلمانه والشعب زقيه ولا سكت ماشي شغلك هنالك بند في هذه العقده ينص على سريه بنود الاتفاق ولا سرنا حتى هذا الوزير يقول ولا سرنا حتى مشينا كشفنا هذا السر غادي نخسروا قانونيا وغادي تنوضنا الفيفا وتخرجنا كاع من العضويه ديال الفيفا وتحرمنا من الرياضه اللي هي نفس نتاع المغاربه شتو الاهانه شحال كان يعطيو نتاع الفلوس ما نقولوش تبوا يبحنا ما نقولوش شحال 260 250 300 400 ما نقولوش فاش في الشهر وشحال تاع التعويضات وشحال كان يدي التعويضات على كل مقابله وشحال الميزانيه اللي كانت تصرف على افريقيا كاس افريقيا ملي مشاو مشاو الاسبانيول مشاو كذا شحال وشحال من مليار داولنا في هذا غير المقابله اللي خسرنا مع موزمبيق شحال ومنين خرجناه وطلبوا باش يخرجوه وشحال عطاو له شحال عطاو له باش يخرج على الوقت قال لك تصالحوا مع شحال ستونس شنو هي ستونس؟ كل واحد هو اسمه يقول ولكن قال له ست شهور مع التعويضات خرج بشحال خرج؟ شحال خرج؟ زوج المليار أكاديمية اللغة العربية مليار واحد تقدر ديرها باش نعم سيدي السكان تاع التعليم تمشي في التعليم وعاطي للسيد غير باش يحل العقدة زوج المليار هذا على حسب اللي قالوا هما أما هو اسمه تما الله اعلم اللي قلتو راك يسمع قلتي شويتك لان وصلك غير الريح واخا سيدي واخا سيدي قالوا باللي مساكين ما عندناش الفلوس وهل الفلوس اللي غير مشتين عند هذا الجامعة زوج ملاير واحد غير باش دار غير رجال وموازين 16 ملاير وهذا اللي عنده في وجده يقولوا له الراي المناير والمهرجانات في كل مدينه مهرجانات على الفلوس منين راهم يجيو هذا قال لك ماشي شيء تاع الدوله ديال شيء ديال الشركات والشركات منين هما ماشي مغربيات بدا الشركات ما يبقاو يصرفوا الاموال في اللاعب كان عليهم ان يصرفوها في اولى الاولويات لتحقيق كرامه المواطنين لكن الناس ما تبغيش يقول هذا الشيء الناس دروك دخلت في واحد الى غربه ما يقدرش يهضر كل شيء هادشي حرام هادشي تلقاو به الله تعالى وربي يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله هذه الاموال هي اموالكم ما هو السفيه الذي والعياذ بالله ينفق المال في غير محله اي يترك ما اوجب الله النفقه فيه على وجه السرعه والعجل ويترك وينفقه والعياذ بالله في السرف واللعب واللهو هذا ما يمكنش جاو قالوا لنا ان شاء الله غادي ندير لكم مدرب مغربي تقدموا اربعه نتاع انتم ما قصيتوني على الرياضه واش راح تبكم راكم انا محلل رياضي المهم جاو قال لك كاين واحد الاربعه ديال المغاربه مغاربه الرياضه الجامعه مازال الوقت جالسين اللي كانوا في الجامعه جالسين جابوا اربعه قال لك اسدي كل واحد ان شاء الله راه عنده مشروع واختاروا لنا مغربي والله جازيهم بخير هذه واحد الشي حاجه كبيره ثمن وشحال؟ شحال الثمن؟ شحال الثمن؟ شحال الثمن في الشراء الوقت؟ قالت
لا الصحافه 60 مليون خرجوا 60 مليون زعما هذا غير المنطقه ديال الميزان الاخرى 60 مليون واش يا عباد الله اللي يلعب الناس الكره 60 مليون في الشهر والعالم والفقيه اللي يصلي 15 صلوات 75 الف فرنك ماشي مرسم ماشي مرسم يقدر يجيبوه برضه يعني اللي يلعب الناس الكره يساوي 7000 فقيه هذا قيمه الدين عند هذه البلاد هذا يلعب الكره ب 60 زعما غير مغربي غادي نقول له مخير زعما 60 مليون بدل ب 300 60 مليون واش هذا الشيء هذا واش واش اللاعب 60 مليون ما فهمتش انا هذا الشيء هذا هادشي هذا كاع حل الفلوس عندكم راكو تعطيو ايوا والمجالات اللي خص الضروريات اخويا راكو غتبكيو على صندوق المقاصه صندوق المقاصه صندوق المقاصه نتاع المساكين كي راكو ديروا نتوما تفرقوا على الميزانيه كي راكو ديروا واش هو لي كريتير المعتمده عند توزيع هذه الميزانيه شنو هي الضوابط ولذلك في المغرب كل شيء مخلخل وكل شيء خصو إعادة النظر مسألة الآن أنا هكذا نشوف الله يجعل نكون غلط هاي مسائل مخلخلة ولذلك هذا الناس راهم يستناهم المغاربة يدخلون عليهم السرور هذا هو الشعب لا يرى السرور الا في اللهو واللعب شعب مسكين داير هكذا محروق معصور ويستنى شكون ينفس عليه صاب اللي ينفسوا عليه الكره ومنين الكره المغربيه اصابتها النكسات والنكبات ولاو يجتمعوا لنا في القهاوي الريال مدريد والبارسا وتخاصموا المغاربه ما بين الريالي وبرصاوي والدنج يا خويا الدنج الدنج لا بيلانس والبارح على الكره نتاع الوداد شتوها ولا ما شتوهاش مساكين الشباب يصرخوا بالفرح وكذا 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 وهو مسكين غافل وتجي السياره بكل سرعتها فتصدمه وترفعه 100 وترميه 500 راحوا قبل ما تنعسوا قلت له يا ربي هاد الشباب مسكين يموت مسكين هو زقع الكره هذه خاتمه تعرف واحد المقابله هذه واحد ثلاث شهور واحد السيد تراه مات ولا ما مات؟ الدار البيضاء تاع الدار البيضاء مات الناس راها تموت على الكره الناس ما بقاش تموت على القيم يسبوا لها القيم نتاعها وهي تضحك لكن مستعد يموت من اجل اللعب يموت من اجل اللعب شو الفراغ فين وصلنا فراغ كبير يتقاتلوا على الكرة ودادي رجاوي الروح الرياضية الروح الرياضية وسخف العقول نتاع الناس ان الرياضيين هما اللي يرفعوا الراية نتاع البلاد فقط يخص غير هما اللي يرفعوا
ما انت يا مثلا شاب طائع لله تعالى تخدم البلاد نتاعك اما في التعليم اما في الصحة وتخدم بصدق، انت ما يجيب لك حد خبر، انت ما يجيب لك خبر، انت اللي راك تنقذ الانفس وتربي الاجيال بصدق وفي صمت لا يعترف لك. وهذاك اللي راه يلعب ولا اللي راه يدير هذاك هو اللي يرفع شوية ديال التوازن. أردوا المغربي أعطوا له القيمة، أعطوا العشر من هذا ولا أعطوا له الكرامة، كاع الفلوس ما أعطوا لهش. أنا غير الكرامة ماما الفلوس، الفلوس واخا تنومها كاع المغربي تنومها. ولكن هادشي والله لا خصهم يخافوا عليها ربي. نعم فعلا هادشي خصو يخاف ربي اللي عنده شي مسؤولية. أقسم بالله حين يقف بين يدي الله مغلول اليدين إلى عنقه لن يفك الله يديه حتى يبرئ ذمته من كل مخلوق كان تحت يديه ومسؤولا عليه. ما احنا عمر كان يزقي ويقول لك لو كان تعثر بغلة في العراق خاف يقول لي علاش ما صلحلاش الطريق، واللي بات جيعان واللي عريان واللي مريض وما صابش الدواء يزقي وما كانش. شتو انتوما في الاخر باللي السيد يعني جرى مراه الطبيب عريان؟ شتو ولا ما شتوش؟ شتو شحال من مراه ولدت برا وماتت؟ ولدت برا شتو ولا ما شتوهاش بالصور؟ شو يعني وحنا يعطي المدرب ولا المنافس اعطي له 200 مليون واعطي له 300 مليون واعطي له 70 مليون واعطي له. العدالة ما كانش، وكي ما تكونش العدالة خراب، فالعدل يعمر والظلم يدمر، والله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. وصلى الله على حبيبنا، وكلنا عليك الله اللي سقسني هذا السؤال.